Secretary General, الأمين العام شكرا لك لك ريادتك ورؤيتك والمضي قدما. نحن الآن ننتقل إلى السادة من الخبراء العالين في المستوى. نحن نرحب الآن بالسيد محمود موردن وهو بطل محي الدين، دكتور محمود محي الدين وهو البطولي في عملية والرائد في عملية المناخ هنا في مؤتمر المناخ 27. السيد الأمين العام، السادة والوزراء والسيدات والسادة، النقطة بالنسبة لي بنقطة مهمة فيما يتعلق بالتقريرات التي يمكن التي تسعدني أن أكون معكم فيما يتعلق بقبل وبعد. إذن هي كلمات قوية نستمع إليها من الأمين العام وكلمات قوية ورسالتي التي وأيضا السيد الوزير مكانا وأيضا هنا فريق العمل الرائع الذين عملوا معنا في تقديم تقريرا قويا فيما يتعلق بفهمنا للحادث الصفري. شكرا. باسم فريق ريادة المناخ الذي أعمل معهم وأمثلهم اليوم، عندما ننظر إلى عملية التنفيذ ننظر هنا مترشحين الذين يقدم لديهم خططا جديدة للتنفيذ وأيضا فيما يتعلق بالنظافة الغسيل الأخضر وأيضا في بعضهم من المبادرات وفيما يتعلق بالتكاليف رأس المال. كما تعلمون أن هناك فيما يتعلق بالكربون وأيضا هناك مبادرات أخرى وأيضا فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، لكن إنها تعاني من قلة الاندماج في الاقتصاد الأخضر، ونحن ربما تجد هناك صعوبة في تحقيق غيرها من الطاقة، ولكن من الجيد أن نأخذ مدى توافر هذه الأمور والحفاظ عليها. هذا التقرير بالنسبة لي يعتبر مهمة جدا لإعادة النظر في الأمور التشريعية وفهم أكثر للمجتمع. وبالنسبة لنا هنا فيما يتعلق بمبادرة الحدث الصفري، فإن هناك ندعو إلى الدول المشاركين غير الحكوميين أن يأخذوا دورا رياديا لتحقيق هذه المبادرة بحقوق عام بوصولنا عام 2023، وربما هي هدف صعب يمكن تحقيقه نظرا في الظروف التي نعيش فيها الآن في المنطقة تعلمون بها الآن، وأيضا التقارير الأخرى الموجودة والبراهين. ولكن في الوقت الحالي إن ربما وصل هو أكثر من 12,000 مشاركين، وهناك أكثر من الدول وأيضا أكثر من 300 منظمة مؤسسة أعمال وأيضا أكثر من 52 منطقة وأكثر من مؤسسة مالية و 1,125 مؤسسة تعليمية وأيضا 65 مؤسسة صحية. شكرا لزملائي الموجودين معنا هنا فيما يتعلق بتقريب الحصول، هذه أرقام تقريبية لأن نقول أن الجميع لابد أن يشارك ويحقق هذا الأمر. لدينا الإجراءات والآليات المتاحة وأيضا المعايير والعمل أيضا مع شركائنا لنصل إلى حقوق شفافة لتقفي خطوات هذا التحول وتعزيز الآليات وتسريعها خاصة في الاقتصادات المختلفة. فيما يتعلق بالتوصيات أريد أن أؤكد هنا أن هناك الكثير من الأمر التعاون المطلوب وأنه يمكن إدراكه بشكل كبير، وخاصة بأن تكون لدينا آليات ومعايير مناسبة تحقق لنا أن نصل إلى الحياد الصفري. سعيد أن نرى الشركاء والأعضاء وأيضا جي اف امز كل الأعضاء هنا موجودة معدن، وأنا كنت عضوا من هذا. أنا سعيد بأن نرى هذه الإجراءات موجودة على الحقائق. قلت هذا هي مناخ، نحن مناخ في مناخ التنفيذ، ولابد أن نصل بأهداف قابلة للتنفيذ تحت الريادة وتحت قيادة أيضا شفافية مناسبة، ولكن نحن جميعا نساندكم وندعمكم في عملية التنفيذ، وشكرا لكم.